اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه اللي بتتم في سنه 2023، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن المشهد السياسي الاسرائيلي. ولما نتكلم عن المشهد السياسي الاسرائيلي وقت الحرب، فمن يوم 7 اكتوبر ومن بعد الهجوم اللي شنته حركه حماس، قام نتنياهو بتعليق كل السياسات والتشريعات والاجراءات غير الطارئه لاجل غير مسمى، وقام بتشكيل حكومه وحده طوارئ. وتألفت حكومة الطوارئ اللي قام بتشكيلها نتنياهو من 5 مشرعين معارضين وتكونت يوم 11 اكتوبر. ونظام الحكم الاسرائيلي نظام برلماني هامل فيه حزب العمل الاسرائيلي وسلفه السياسي حزب مابي على السياسة الاسرائيلية في الدولة من السنة اللي تكونت فيها الدولة سنة 1948 وحتى منتصف التسعينيات. وبالنسبة للاتجاه السياسي من النوع ده، فشعبيته تراجعت جدا بداية من الالفية الثانية، وبالتحديد في الانتفاضة الفلسطينية الثانية من سنة 2000 لسنة 2005، واللي بترى فيها اسرائيل ان السلطات الفلسطينية اعلنت فيها الحرب على اسرائيل. وبالنسبة للانتفاضة الفلسطينية الثانية، فكان فيها سمة بارزة جدا، وهي التفجيرات الانتحارية واللي استهدفت بشكل مباشر المدنيين الاسرائيليين. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقال قالت فيه ان بدأت تتراجع عمليات السلام، وبالتحديد مع بداية العقد الاول مع بداية القرن 21، وده بسبب ان بعض المسؤولين الاسرائيليين فسروا ان عمليات العنف الفلسطيني دي بتسبب رفض من الفلسطينيين لحل مسألة الصراع سلميا. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية نكمل كلامنا عن الحرب الفلسطينية الاسرائيلية، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.